طب انا بشكركم شكرا جزيلا على يعني هذا العرض يعني المنطقي المحكم المنضبط لهذه القضيه. يمكن الكلام اللي بتقوله ياسمين ان قرار جمهوري لانه حتى هذه بس اللحظه انا باكد ان انا سالت فقهاء يعني دكاتره في القانون مش رايي الشخصي، يعني انا برضو ممكن خريجه بقالي كام سنه، ان هو قرار منشئ وليس كاشف، وبدليل انه تم تعيين مستشاره هاني الجبالي. لكن الفكره انه اي مكان الخلاف منشئ ولا كاشف، لكن الفكره انه حتى هذه اللحظه لم يعين او لم تعين امراه الا بقرار للسلطه التنفيذيه وسواء هنا او بس من العار بصراحه، واعتبر انه من العار ان تكون هناك دول عربيه تسبقنا. نحن مصر، نحن بلد الحضارة، احنا البلد اللي يعني علمت العالم، مش علمت المنطقة، علمت العالم ازاي بنتراجع في حق المرأة بالشكل ده، ازاي ما يكونش عندنا وكيلة للنائب العام. شغل كتير، الست بتشتغل مهندسة وبتنزل المواقع، الست بتشتغل دكتورة وبتقف بتسهر في المستشفيات وبتاخد يعني بتاخد نبطشيات متأخرة، وفي الفجر الست بتشتغل طيارة، الست بتشتغل كل شيء كل شيء. فيعني فكرة القضاء وفكرة أن تكون حكما بين الناس مش معقول أن احنا لا نأمن أو لا نأتمن المرأة على ذلك. عار علينا فعلا ألا يكون ذلك. وفي عام المرأة فعلا بقي شهر في عام المرأة، هنشوف المطالبات دي. ياسمين بتطالب رئيس الجمهورية، لكن أنا أطالب أيضا الهيئات القضائية أن تكون أيضا أن تنفذ القانون. كل اللي عايزينه أن ننفذ الدستور، أن يكون الدستور اللي نزلنا كلنا استفتينا عليه أن يكون محل تنفيذ وليس مجموعة ورق.